مين هن الأسماء اللي يلي أنتو لا بلا لا لا أنتو قلتوا حتى ما يضل كلامنا بالهوى، حتى ما يضل كلامنا بالعموميات، نحن رح نطرح أسماء. قلنا حتى ما يضل كلامنا بالهوى، ما قلنا حتى ما يضل حتى يصير كلامنا على الهوى. لا ليك طرح الأسماء اليوم وقت تمنينا على الإعلام أنه هلأ الموضوع بده يروح على سرية مطلقة بالاجتماعات، ونحن بنتمنى على كل كتل بنقعد مع أنه نحافظ كلنا على سرية الاجتماعات. نعم. اليوم بالمرحلة الأولى ما في أسماء، مرحلة هالأسبوع رح نكون عم نناقش المبادرة، رح نكون عم نناقش مواصفات الرئيس، الرؤية للمرحلة القادمة، لأنه ممكن تكون رؤيتنا للمرحلة القادمة صعبة أو ما نلتقي مع الكتل. نحن اليوم بحاجة ل بأول مرحلة توافق 86 نائب نعم لنقدر نأمن النصاب، وبتاني مرحلة توافق 65 نائب لنأمن الرئيس. هيدا نتمنى يكون نوصل على توافق 128، ولكن العملية الديمقراطية بتقول هيك. الاسم بهالمرحلة لن يطرح، سيطرح بالجولة القادمة. يعني أنتم مقررين أنه تكون هذه المبادرة طرحها على مرحلتين، المرحلة الأولى هي هذا ممكن الأسبوع، ممكن ثلاثة وأربعة. أيه. مرحلة أيه. الأولى هالأسبوع، عناوينا شرح المبادرة، أهميتها، الاستماع من الكتل على رؤيتهم، على كيف شايفين الرئيس المقبل، على رأيهم بالمبادرة لأي مرحلة فينا نوصل فيها. نعم. معهم ومن ثم وضع الأسس للمرحلة الثانية من النقاشات الأسبوع القادم. طيب بما أنه ما بدك تفوت بالأسماء، اسمح لي أنا أسألك كم شغلة وأنا أدخل بالأسماء، حضرتك يعني تتحفظ إذا بدك. في كلام عن أنه أنتوا بالمرحلة المقبلة محضرين ثلاث أسماء أو أربع أسماء رح تطرحوها على الكتل، أبرز هذه الأسماء. كمان كان في نقاش داخلي عندكم حول سليم قدي، زياد بارود، نعمة فريم، صلاح حنين. في بعد 12 اسم غيرهم مرشحين او اسمائهم. يعني ليه استبعدنا ماي ريحاني مثلا؟ وليه استبعدنا تريسي شمعون؟ وليه استبعدنا هولي؟ نعم مع احترامنا قصدي مرشحين طبعا، ست ماي وست زياد حايك وزياد حايك كمان موجود سليمين. من ايه بس انتو سهيل عبود، مع انه برايي سهيل عبود قضى على اي حظوظ. حضرتك هلا عم تعد مين ممكن يكون مرشح، انا عم اقول مين انتو رح تتبنوا لطرح المبادره على اساسه. لا نحن بعدنا مش بهالمرحله من النقاش، نحن بعدنا بالمرحله اللي عم نكرس فيها ونثبت الدعائم تبع الشكل المرحله المقبله، وهذا اللي بيهمنا. اكيد لبنان اليوم يمتلك الطاقات داخل وخارج البلد ليقدر يقوم بهيدي المرحلة، وفي كتير من المرشحين المهيئين يقودوا البلد بهالمرحلة. المهم أنه نعبد الطريق قدام أنه يوصل هالرئيس، أي رئيس يوصل يكون قوي، مواقفه ثابتة. هون بدي أوضح شيء. نحن وقت عم نقول رئيس توافقي ورئيس إنقاذي، ما عم نقول رئيس وسطي بمبادئه، ما عم نقول رئيس بمرق شوية فساد ليقدر يدير الدولة أو بينظم الفساد، وما عم نقول رئيس بمرق انتقاص من السيادة ليقدر يرضي البعض أو يروح باتجاه، لا عم نقول رئيس بده تكون مبادئه واضحة جدا، ولكن بيقدر يحكي مع الكل وبيقدر يكون شخصيته مقبولة من الكل. لأنه البعض قال أنه نحن تنزلنا شوي عن مواصفاتنا.